أفغانستان التي مزقتها الحروب تحاول بث الفرح في قلوب أطفالها من خلال سيرك صغير متجول يجوب أنحاء البلاد. المشروع عرف شعبية كبيرة حتى أنه خصص مراكز تدريب في 10 مقاطعات توفر للأطفال والمراهقين فرصة تدرب على الألعاب البهلوانية والخدع السحرية وغيرها من مهارات السيرك. السيرك الصغير كما أطلق عليه ينظم عروضاً في المدارس ومخيمات المشردين ودور الأيتام. لقد تعبنا من الحرب، استمتعنا كثيراً ببرنامج الترفيه هذا، ونأمل أن يعم السلام والأمن بلدنا حتى نعيش حياة ممتعة فيها الكثير من التسلية. زرع البسمة على شفاه هؤلاء الأطفال هو الهدف الرئيسي للسيرك. أطلب من الأطفال القدوم لتعلم المهارات ونسيان ويلات الحرب، فالسيرك هو فن مبهج، وأنا واثقة أن الأطفال سينسون آلام الحرب وذلك من خلال القيام بمهارات السيرك. فكرة المشروع انطلقت في العام 2002 وتعود لمدرب الرقص الدنماركي ديفيد مايسون الساعي لمساعدة الأطفال الذين عانوا من الحروب عن طريق الأنشطة الترفيهية. مايسون مولى المشروع من ماله الخاص في البداية قبل أن يتمكن من الحصول على تبرعات. نقول للأطفال إنه لا يجب عليهم أن يقلقوا بشأن الصراعات والحروب، كما نعطيهم أملا في غد مشرق، نحاول أن نجعلهم سعداء وبأنهم سيكونون مبدعين في المستقبل. نحن نشجعهم على إظهار مهاراتهم وتطويرها. هذه هي طريقتنا في جعل الأطفال سعداء وجعلهم يشعرون بالأمن. مشروع السيرك الصغير انطلق قبل 13 سنة تقريبا في أفغانستان، وبمساعدة شريك محلي تمكن من تنظيم ورشات تدريبية لأكثر من 2 مليون طفل أفغاني في جميع أنحاء البلاد. المشروع يهدف أيضا إلى نشر رسائل تربوية حول الصحة والألغام الأرضية وأهمية التعليم.